وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، أتحدث معكم في خلال هذا الشهر المبارك إن شاء الله، طيلة الشهر، عن حلقات متتابعة عن الأخلاق، وذلك إخوتي الكرام لأهمية الأخلاق في حياتنا نحن المسلمين. أقول إخوتي الكرام أن الإنسان في أمس الحاجة إلى أن يتخلق بالأخلاق، هذه الأخلاق تهذبه وتوجهه وتؤدبه. والإنسان إخوتي الكرام إنسان بدينه ثم بأخلاقه. الإنسان بدون الأخلاق لا يصلح ولا يمكن أن يكون إنسانا. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يعني يمنع أو لم يعني يلغي جانب الأخلاق في الشريعة، بل وجدنا القرآن الكريم والسنة النبوية تدعوان إلى الأخلاق، إلى التخلق بأخلاق الإسلام في كل المجالات وفي كل الأحوال وفي كل الأمور. تبدو حاجة الإنسان إلى الأخلاق أكثر من الأزمنة الأخرى، وذلك لأننا في أزمنة الفتن والمتغيرات والتحولات. ولذلك أقول بأن الإنسان اليوم في أمس الحاجة إلى أن يتخلق بأخلاق الإسلام. الإسلام إخوتي الكرام، حاجة الإسلام إلى أو حاجة الإنسان إلى الأخلاق، نجد أن الإسلام اعتنى بالأخلاق عناية فائقة. فنجد أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ذو خلق عظيم، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ووجدنا أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر ابنة شعيب عليهما السلام بخلق الحياء، فقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وكذلك وجدنا أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام تتميم مكارم الأخلاق أو إتمام مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كأن الرسالات السماوية السابقة جاءت بالأخلاق، ولكن جاءت بشيء من الأخلاق. فجاءت شريعة الإسلام أو جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام من عند ربه ليتمم هذه المكارم، مكارم الأخلاق. يعني وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة صاحب الخلق الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني أقرب الناس إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنهم ويجالس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو صاحب الخلق الكريم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام أمر بأن يعني يتخلق الإنسان بالخلق في كل وقت، فقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء، الفاحش طويل اللسان الذي لم يتخلق بالأخلاق الكريمة، هذا إنسان يبغضه الله سبحانه وتعالى. كما نجد إخوة الكرام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يحث كثيرا على الأخلاق ويأمر بها ويتوعد من يترك هذه الأخلاق. يعني نحن أهل الإسلام عندنا الأخلاق إخوة الكرام عبادات وطاعات نثاب عليها ونعاقب عليها إذا تركناها والعياذ بالله. فالقرآن يا إخوة الكرام الذي يتابع القرآن يجد أنه كثيرا ما يحث
على التحلي بالأخلاق. يعني القرآن نجد التحلي الأمر في القرآن وفي السنة كذلك الدعوة إلى الأخلاق في كل حال، يعني في الفرح وفي الحزن وفي الحرب وفي السلم، في مع المخطئ ومع المحق ومع المعارض ومع المؤيد، في كل الأحوال يأمر الإسلام بالتخلق بالأخلاق. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوة الكرام يرسل السرية أو الجيش الإسلامي، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو تكلمنا عن الأخلاق مثلا حتى في حال الحرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرية أو الجيش الإسلامي إلى لغزو المكان الفلاني، فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيش بأن يتقي الله تعالى في ذات نفسه ومن معه من المسلمين، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الإسلامي أن لا يقتل وليدا يعني صبيا، ولا شيخا يعني رجلا كبيرا، ولا يقتل امرأة، ولا يهدم صومعة، ولا يغدر من الغدر، ولا يمثل من تمثيل بالجثث كما يفعل البعض من بهذه في بعض الأمم اليوم، يمثل بالميت. فهذه كلها أخلاق حتى مع المعارض. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة امرأة مقتولة، فنهى صلى الله عليه وسلم وغضب ونهى ألا تقتل المرأة يعني غير المحاربة. في القرآن إخوة الكرام نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، كذلك نجده سبحانه وتعالى في الحرب يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حتى في يعني في تعدي الأخلاق. كذلك يأمر أول ما يأمر الله تعالى بالتخلق بالأخلاق يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كذلك يعني مع غير المسلمين، مع غير المسلمين يأمر القرآن بأن تكون المجادلة بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأن أخوة الكرام هذه النفوس مفطورة ومخلوقة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فالنفس إذا أو الإنسان إذا أراد الوعظ والإرشاد، أراد النصيحة العامة بصفة عامة، أراد النصيحة للقريب أو للبعيد، عليه أن يتحلى بالأخلاق، يعني يأخذ هذه النفوس وهذه الأمور يأخذها بالتي يحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالإقناع، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالإنسان الداعية وغير الداعية مطالب بأن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة حتى مع غير المسلمين، حتى يعني نحبب الناس إلى دين الله تعالى. الذي يعرف أخوة الكرام من سيرة السلف الصالح أنهم كانوا إذا غزوا بعض البلدان وفتحوها أقاموا فيها ما شاء الله تعالى أن يقيموا فيها، ثم إذا أرادوا الخروج مثلا وجدنا كما تذكر بعض السير بأن بعض الشعوب تتمسك بالصحابة ويعني تريد منهم أن يبقوا معهم في هذه البلاد ولا يغادروها، لأنهم رأوا كل خير، تعلموا الأخلاق الحسنة، تعلموا منهم الدين. فهذا كله يا أخوة الكرام من بسبب تأثير الناس بالداعية الخلوق الذي يعني يتحلى بالأخلاق. كذلك أنا أقول أخوة الكرام بأن يعني لأن الداعية الغضوب لا يصلح، الداعية الغضوب لا يصلح. الإنسان الذي يدعو إلى الله تعالى مثلا سواء كان من طلبة العلم أو من غير طلبة العلم، يعني كل على قدر استطاعته، ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. كذلك الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، نقول يعني نعامل الناس بالحسنى ونقول لهم أحسن الكلام ونحببهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الدين وإلى الدعوة إلى الله، نحببهم إلى النصيحة التي نريد أن ننصحهم بها، فنقول لهم بالحسنى، لأن بالقوة وبالأسلوب الشديد النفوس ترفض النصيحة وتأبى إلا أن تعاند والعياذ بالله. كذلك وجدنا أخوة الكرام أن
الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني حتى في الخصام تحل أيضا بالأخلاق، يعني الإنسان ينبغي إذا حتى لو ابتلي والعياذ بالله بخصام عليه أن يتحلى بالأخلاق، وإلا فيكون الحال شأن المنافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أربع من كنا فيه وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، فيعني حتى في الخصام ينبغي للإنسان أن يتحلى بالأخلاق، كما يقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. عمر رضي الله تعالى عنه، أو قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، عيينة يستأذن بالدخول عليك. عيينة هذا عيينة بن حصن الفزاري، أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، عيينة يستأذن عليك، يعني يبغي يدخل عليك البيت، يدخل عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا له، بئس أخو العشيرة، يعني لبئس الرجل. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخوة الكرام بسط له الكلام، يعني تحفى كما نقول، وسأله عن الأهل والأولاد والصحة والعافية والأحوال. وعائشة رضي الله عنها كانت ترقب الموقف، هذا الموقف كانت رضي الله عنها ترقب هذا، يعني أول ما دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ما قال. المهم لما خرج الرجل، عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، قلت ما قلت قبل أن يدخل، يعني قال عنه بئس أخو الرجل، يعني فيه ذم المسألة أو فيه ذم للرجل، ثم بسطت له الكلام، يعني جلست معه أو لما جلس معك بسطت له الكلام، تحفيت كيف الصحة وكيف الحال، وسألت عن الأهل والأولاد والأحوال. فقال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني أن هذا الإنسان كان معروفا بسلاطة اللسان وبفحش الكلام، فتجنبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث أخذ العلماء، من حديث رسول الله هذا أخذ العلماء يا أخوة الكرام، يعني الإذن بتحذير الناس من سليط اللسان أو من المؤذي لهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في غيبته قبل أن يدخل، ثم بسط له الكلام. على كل حال، أيضا الرجل، نفس الرجل أراد أن يدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من جلساء عمر، من وزراء عمر، ابن أخي الرجل، يعني ابن أخيه، يعني هذا الذي يريد أن يدخل أو يستأذن عمر هو عم الرجل. المهم قال لابن أخيه أن يأخذ له إذنا من عمر رضي الله عنه ليدخل عليه، فالرجل تكلم مع عمر وأخذ إذنا لعمه. فلما دخل هذا الرجل عيينة بن حصن، لما دخل على عمر قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا العطية الكبيرة، يعني هذا سوء أدب مع أمير المؤمنين، مع حاكم الدولة. فهم عمر رضي الله تعالى عنه بضربه بالدرة، فابن أخي الرجل قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني أن وهذا في هذه الآية أخوة الكرام يبين، يعني يتبين لنا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون عند حد الآيات. فلما تذكر هذا الرجل، ذكر عمر رضي الله عنه بهذه الآية، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، يقول عن عمه، وهذا من الجاهلين. فتركه عمر رضي الله عنه وأعرض عنه. فيعني نجد القرآن أخواتي الكرام كثيرا ما يحث على الأخلاق، وكثيرا ما يحث أو يأمر، أول ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك انظر إلى ربك عز وجل الذي ذكر في ابنة شعيب هذا الخلق الكريم،
يقول الله تعالى عن ابنة شعيب التي جاءت لموسى عليه السلام لما سقى لهما وذهب إلى أبيهما، ثم جاءته بعد أن جلس في الظل يستريح عليه السلام، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذكرها الله تعالى أو ذكر الله تعالى فيها هذا الخلق، خلق الحياء. وقول الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يعني أنها كانت من خلقها الحياء، يعني لم تتصنع الحياء فقط لملاقاة موسى، إنما هي أصلا كانت تتسربل، يعني كانت تلبس هذا الحياء قبل موسى، قبل أن ترى موسى وقبل هذه الحادثة. فذكر الله تعالى فيها هذا الخلق الكريم. يعني اللي يدريكم إخوة الكرام وما أحوجنا وحوج نساءنا وبناتنا إلى أن تتخلق بهذا الأخلاق، بهذه الأخلاق. يحضرني إخوة الكرام الآن أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. انظروا يعني أخواتي ومعشر النساء، انظروا إلى حياء عائشة، انظروا إلى حياء أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة تقول لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته أو في حجرتها، ودفن أيضا أبوها أبو بكر، تقول فكنت أدخل إلى بيتي يعني حجرتها وأقول إنما زوجي وأبي، يعني هذا قبر زوجي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي اللي هو أبو بكر أبوها، وهم طبعا ماتوا أموات. فتقول فأضع شيء يعني من ثيابي، يعني أتخفف شيء من ثيابي لأن أقول إنما زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه تقول ما كنت أدخل بيتي إلا وأشد ثيابي علي، وهو ميت، حياء من عمر. هذه أخلاق الصحابة، هذه أخلاق أمهات المؤمنين، هذه الكريمة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. يعني كانت تستحي من عمر رضي الله عنه وهو ميت مدفون. فيعني ليدريكم يا أخوة الكرام أن الصحابة رضوان الله عليهم تخلقوا بأخلاق القرآن، وليس بغريب عليهم، فسيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي شهد الله له بأنه ذو خلق عظيم يمشي معهم، ويرونها الصحابة، رأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، يعني بالقول قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم بالأخلاق، ورأوه صلى الله عليه وسلم يتخلق بهذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام. كذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول عن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، يقول حصورا يعني كان حاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق، حافظا نفسه عن الأخلاق الرذيلة. هذا بالنسبة إخوتي الكرام إلى الأخلاق في القرآن الكريم. وأواصل معكم إخوتي الكرام الحديث إن شاء الله عن الأخلاق في السنة النبوية في حلقة قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم